بالنسبة لقمر بتسأل معانا وقت ولا؟ طيب انت بتقولي انت تم الاغتسال وبعد كده نزلت الدورة تاني في أيام الإمكان، يعني بنقول عليها في أيام وقت الدورة، فبنعتبر إن اللاحق اللي بيجي بعد الدورة في أيامها منها، فيبقى عليكي قضاء اليوم ده بالصيام تاني يا قمر، لأن هي كده ما كانتش خلصت، لأنها في زمن الإمكان يا